بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم في سادس محطات برنامج إضاءات قانونية، برنامج المحاضرات الإلكترونية اللي تقيمه هيئة التشريع والرأي القانوني. ضيفنا اليوم هو الدكتور صلاح محمد أحمد، القائم بأعمال عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين، راح يقدم لنا محاضرة بعنوان جائحة كورونا كوفيد 19 وأثارها على عقود العمل في القطاع الأهلي بين النظرية والتطبيق. سعادة الدكتور، في مجموعة من الاستفسارات تدور بذهني وذهن جميع الحضور، ما هو التكييف القانوني لجائحة كورونا في إطار عقود العمل؟ وما هو السبب الرئيسي اللي يقف وراء الحيرة والتردد القانوني من تكييف الجائحة؟ هل من الصحيح أن نسقط مفاهيم القوة القاهرة والظروف الطارئة على الجائحة؟ وما هي شروط تطبيق نظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة؟ وما هو الفرق بين مفهومي الظروف الطارئة والقوة القاهرة؟ وهل للجائحة انعكاسات سلبية على طرفي عقد العمل؟ سعادة الدكتور، نشأت عدد من المفاهيم القانونية المستحدثة بعد جائحة كورونا، نتمنى أن تتطرقون لها في هذه المحاضرة. وأخيراً نبيكم تحدثونا عن ماذا بعد جائحة كورونا. والآن نترك المجال لكم سعادة الدكتور. بسم الله. بداية أود أن أوجه شكراً مستحقاً، فأتوجه بالشكر وخالص التقدير إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، على ما تبذله اللجنة من جهود حثيثة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء. وكذلك يعني لا يسعني إلا أن أشكر أيضاً الكوادر الطبية ومجهوداتها الكبيرة التي تواصل الليل بالنهار في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين بإخلاص متفاني. كما أعرب عن خالص شكري وتقديري إلى هيئة التشريع والرأي القانوني وإلى رجالات القانون فيها برئاسة سعادة المستشار نواف حمزة الموقر على جهودها المخلصة في نشر ثقافة الوعي القانوني ودعم وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وأشكرها على استضافتي في هذه الفعالية القانونية. ويعني أشكر أستاذ معالي المستشار أحمد المدوب والأستاذ فيصل وكل العاملين على والقائمين على تنظيم هذه الفعالية، وأشكر كذلك الحضور الكرام المشاركين في هذه الفعالية، وأتمنى أن يضيف هذه المحاضرة يعني ولو القليل من المعرفة في إطار موضوعها. الحقيقة طبعا موضوع جائحة كورونا لم يلقي بظلاله فقط على صحة الإنسان وعلى سلامة الإنسان، بل أيضا ضال الاقتصاديات العمل والعمال ولاحق أرزاقهم، وأصاب المنشآت المالية بعثرات واضحة ربما قد تكون أوصلتها إلى شفير الإفلاس. فمن هنا كانت هذه الجائحة يعني محنة للعامل ولصاحب العمل على حد سواء، والمجتمعات واقتصاديات المنشآت التجارية والصناعية والخدمية. وهذه الانعكاسات والارتدادات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها أيضا ألقت بنوع من الانعكاسات الأخرى الموازية على الجوانب القانونية، فأصيب علم القانون بهلع غير مسبوق على مستوى التفكير والتدبير والتوصيف والتحليل، استجابة للحاجة الملجئة لمحاولة الخروج أو إيجاد حلول لمثل هذه القضايا في إطار تغير الظروف الاجتماعية وتغير الظروف الاقتصادية
وغيرها من الأمور. ولذلك فنحن في الحقيقة أمام محنة عامة لها انعكاساتها على الجانب القانوني بما يشمله من تشريعات أو بما يشمله من يعني حتى المبادئ الدستورية أو الفقه الدستوري وأيضا الفقه القانوني وأيضا انعكاساتها على حقوق وحريات الأفراد وواجبات الدولة في هذا الإطار. يمكن محاور المحاضرة اليوم هتكون يعني مقسمة على النحو الآتي، إنه إحنا ما هو التكييف القانوني لهذه الجائحة، وهل يصلح إن إحنا نستدعي نظريات كنظرية القوى القاهرة ونظرية الظروف الطارئة، وهل القاضي ما هو دور القاضي وما هي صلبته في مثل هذه الأمور، وأيضا نتعرف على يعني الجوانب التي تأثرت في المجتمع وملامح هذا التأثير وملامح هذه الانعكاسات على المستوى الاجتماعي والقانوني، وأيضا كيف يمكن أن نعالج مثل هذه الأمور لكي نحد من تلك الآثار السلبية التي ظهرت مع بظهور هذه الجائحة. ثم ما هي الذي ماذا يمكن أن نتوقع في الفترة القادمة بعد جائحة كورونا؟ يعني هذا هو الوضع في ظل الجائحة، فما هو الفكر القانوني الذي يمكن أن يطرح نفسه في الإطار ما بعد كورونا؟ ولذلك فهذا الفكر أيضا مدعو إلى التطور، مدعو إلى التغيير، مدعو إلى إعادة نظر في المفاهيم التي تكاد تكون ربما مستقرة في قوانيننا وفي تشريعاتنا. الحقيقة طبعا هذه الجائحة كما قلنا يعني لها انعكاسات ويعني آثار واضحة على المجتمعات، ويعني استطاعت في فيروس يعني استطاع أن هو يغلق المطارات ويغلق الحدود ويمنع التقاء المجتمع واختلاطه، ويعني فعل بالمجتمع ما لا يمكن تصوره من يعني مهما وضعت حلول أو سيناريوهات. هذه الأمور والآثار التي جاءت نتيجة هذه الجائحة طبعا سببت نوع من الحيرة القانونية، وهذه الحيرة القانونية في مسألة التكييف القانوني لهذه الجائحة، هل هي قوة قاهرة؟ هل هي يعني ظرف طارئ استثنائي؟ هل نطبق نستدعي هذه المفاهيم ونطبقها؟ طبعا سبب الإرباك حاجتين، الحاجة الأولانية وهي أن نحن حاولنا أن نقيس وباء كورونا على غيره من الأوبئة التي عرفتها البشرية. طبعا البشرية عرفت أوبئة كثيرة في الفترات الماضية، بالطاعون الأسود في 1331، في طاعون لندن في 1665، الإنفلونزا الأسبانية كانت في 1918، الالتهاب الرئوي اللي هو سارس اللي كان في 2002، وأيضا يعني ما عرف بإنفلونزا الخنازير في عام 2009، وأيضا إيبولا في 2014. هذه أوبئة، فحاول القانونيون يعني قياس هذه الظاهرة أو قياس هذه الجائحة على ما سبقها من جوائح، لكن الحقيقة الجوائح التي سبقت جائحة كورونا كانت مختلفة في البعدين المكاني والزماني. فجائحة جوائح السابقة كانت محصورة ربما في منطقة معينة أو بعض البلدان دون غيرها، ولم تمتد إلى البلدان الأخرى. الحاجة الثانية الجائحة أيضا البعد الزماني، إنه هذه الجائحة طولت، ودينا هو دخلين على تقريبا سنة ولسه في كلام منظمة الصحة العالمية يعني بتقول إنها هتستمر أيضا ربما لفترة أيضا ربما تطول، ومن هنا البعد الزمني والبعد المكاني مختلف، فهذا الاختلاف أوجد أيضا نوع من المفارقة ما بين هذه الجائحة التي حدثت وغيرها من الجوائح السابقة باعتبار أنها مترامية المكان ومترامية الزمان. الحاجة الثانية إنه إحنا لما طبقنا مفاهيم على هذه الجائحة في تكييفها، يعني طبقنا مفهوم زي مفهوم القوى القاهرة والظروف الطارئة، ورغم هذا يعني نجد إنه المفاهيم
ربما يكون فيها صحيح انطباق في بعض الحالات، لكن ليس في كل الحالات يمكن ان احنا نقدر يعني نعمم ده. ولذلك المسألة هنا ستكون نسبية وليس مطلقة، بمعنى أنه حتى مفهوم القاهرة، القوة القاهرة في حد ذاتها هو مفهوم نسبي. وفي رسالة دكتوراه عملتها في سنة 95 أيضا كانت مركزة على القوة القاهرة بصفة أساسية وأثرها في قانون العمل، كان هذا كانت هذه الرسالة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون المصري، وخلاصتها هو أن القوة القاهرة هي يعني أمر نسبي يختلف من بظروف كل حالة، ويختلف بحسب معطيات كل قضية، ولا يمكن أن احنا نعتبر القوة القاهرة لمثل المؤسسة هي أيضا قوة قاهرة بالنسبة لمؤسسة أخرى. هذا هو المفهوم اللي كان ربما سائد في الفترات السابقة، وحتى في هذا في ظل جائحة كورونا أيضا تظل المفاهيم زي الظروف الطارئة والقوى القاهرة تظل مفاهيم نسبية لا يمكن تعميمها بشكل يعني عام أو بشكل مطلق على كل حالة تحدث، لأنه لابد من دراسة ظروف كل حالة، فإذا توافرت الشروط أو توافرت الضوابط فعندئذ يمكن القول بوجود حالة القوى القاهرة أو بوجود حالة الظروف الطارئة. طبعا يعني الاصطلاحات الفقهية في موضوع كورونا ويعني أدلتها هي فكرة يعني هذه الجائحة، الفكرة في التصرف فيها هو أنه الدولة لما حتتصرف من منطلق يعني مصالح المجتمع، المصلحة، ولذلك ما يمكن أن تأخذه من تدابير أو من إجراءات احترازية، فيكون دافعه هو المصلحة، مصلحة المجتمع ومصلحة الناس. وأيضا فيما يتعلق بمعالجتها للحقوق، فقد تعالج مثلا معالجة تشريعية أو معالجة إدارية وفي إطار التدابير التي يمكن أن تتخذ، وهذه المعالجة يمكن أنها تعلي حق على حق آخر. فمثلا الحق في الحياة والحق في السلامة يمكن أن يكون في هذه الحالة مقدما على غيره من الحقوق الأخرى، فممكن يكون مقدم مثلا على الحق في المعرفة، الحق في التعليم، لأن حياة الإنسان وسلامته تعتبر حق من الحقوق التي لها المرتبة الأولى في مثل هذه المسألة. وده خلتنا نعيد النظر أيضا في ترتيب الحقوق، يعني أنه حتى داخل المجتمع نفسه يعني ترتيب الحقوق، لما لاحظنا أنه يقال أن الحق في الحياة ده يعني حق مطلق، وأن كل الناس متساويين في الحق في الحياة. طيب ما إحنا بنشوف أحياناً بيفاضل بين شخص وشخص في جهاز التنفس، ويعطى جهة أولوية مثلاً للشباب على مثلاً كبار السن، فحصل نوع من المفاضلة. إذن فهنا المسائل بتحكمها يعني ضوابط، أو بنكتشف أنه في أمور أخرى يعني وراء تحديد أولوية لحق على حق آخر، والدافع والمحرك وراء ذلك هو فكرة المصلحة، مصلحة المجتمع ومصلحة الأفراد. طبعا من يعني هو من الذي أسبق على هذه الجائحة ذلك الوصف؟ هل الناس؟ هل المجتمع؟ لا طبعا، يعني طبعا الجائحة هي أعم من فكرة الوباء. الوباء ممكن يكون في منطقة محددة، الجائحة ممكن تكون في مناطق في غير يعني مسيطرة، لا يمكن السيطرة عليها، تنتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليها. ولذلك منظمة الصحة العالمية هي التي أسبقت وصف الجائحة على يعني مرض أو فيروس كورونا كوفيد 19. وكان بداية طبعا هذه الجائحة كما نعرف جميعا في 30 ديسمبر 2019، ولذلك هي خدت رقم 19. وبدأت طبعا بداية المشكلة كانت في المستشفى المركزي لمدينة ووهان الصينية، وأبلغت منظمة الصحة العالمية في 22 يناير 2020 على وجود هذا الفيروس، وبعد ذلك بدأ ينتشر بصورة كبيرة. ولذلك أعلنت المنظمة في 11 مارس 2020 إزاء تفشي
مستويات إذا يعني انتشار وتفشي هذا المرض بشكل يعني مخيف ومثير للقلق، فأعلنت أنها تشكل جائحة وأنه مرض كورونا يأخذ وصف الإيه الجائحة. طبعا ده هيبقى له مردوده، أو فعلا بقى له مردوده على النواحي الإجرائية وعلى فكرة الحقوق والحريات وفكرة الإغاثة وفكرة الإجراءات وفكرة التدابير، وفكرة أن الدولة لما بتاخد إجراءات أو تاخد تدابير فتراعي أيضا في ذلك فكرة احترام حقوق الإنسان وصيانة هذه الحقوق بقدر المستطاع. طبعا المجال الصحي طبعا يعني تأثر كثيرا وأصبح في ضغط شديد على المرافق الصحية، والدول لجأت إلى لمنع تفشي هذا الوباء، لجأت إلى إغلاق المحلات والشركات والأنشطة التجارية عموما حفاظا على حق الناس في الصحة. ممكن يتعطل الحق في العمل، ممكن يتعطل الحق في التعليم، ممكن يتعطل في سبيل الحفاظ على صحة الناس وعلى سلامتهم. وبدأت الإجراءات الخاصة بالضبط الإداري، وبدأت الإجراءات الخاصة بالوقاية ومنع انتقال الناس وإغلاق المطارات إلى آخره. لكن هل هذه الجائحة يعني في إطار التدابير اللي بتتخذ لحماية الأمن العام، أو يعني الدولة طبعا يعني من سلطاتها أنها وصلاحيتها أن تحافظ على الأمن العام وعلى السكينة العامة وعلى الآداب العامة وعلى الصحة العامة، وهناك أهداف خاصة أيضا للضبط الإداري فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة والاقتصاد والأمن الغذائي إلى غير ذلك من الأمور. وبتتمتع الدولة طبعا بسلطات استثنائية في ظل جائحة كورونا وتعطى صلاحيات أكبر، لكن كل ده أيضا مقيد بالمشروعية الدستورية في التصرفات. لهذا وجدنا حقوق مقيدة لصالح حقوق أخرى، حق التنقل، حق التجمع، حق العمل، انطلاقا من إيه؟ انطلاقا من فكرة الضرورة. يعني الضرورة التي يعني نقول فيها الضرورات تبيح المحظورات، ما كان محظور ان انا اقيدك وان انا يعني امنعك من التجمع، لا، اصبح حاليا يجوز المنع ويجوز الحظر للحفاظ على الحقوق الاساسيه والحفاظ على الافراد وعلى سلامتهم. ولذلك ترتيب الاولويات ربما يكون قد اختلف بعض الشيء في هذه الحقوق، ونحن نقول بان الحفاظ على الصحه هو واجب، واجب الدوله الحفاظ على صحة الناس وعلى سلامتهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبالتالي أنا علشان أحافظ على صحة الناس يبقى يجب علي كدولة بأخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وعلى حياتهم، وهذه الإجراءات هي تقييد التنقل وتقييد التجمع وغيرها من الإجراءات. طبعا يعني ربما هناك يعني البعض يرى أن الجائحة كلها سلبيات، الحقيقة زي ما كان ليها سلبيات زي ما فيها إيجابيات، واستطاعت المجتمعات أن تخرج بدروس ومواعظ من هذه الجائحة وعبر. ومن ذلك مثلا أنه بدأ التوجه إلى أفكار جديدة في مجال العمل، فبقينا نشوف اللي هو العمل عن بعد، وبقينا نشوف التعليم عن بعد، وبقينا نشوف يعني طرق جديدة ووسائل مبتكرة في التعامل وفي إنجاز مصالح الناس بطريقة ربما قد تكون أيسر. يعني وإنت في بيتك تقدر تخلص إجراءات معينة كان لازم الأول إنك أنت تروح بنفسك علشان تروح يعني تنهي هذه المسألة، إنما أصبح حاليا ممكن من خلال التقنيات الموجودة والمنصات الإلكترونية الطالب أصبح يستطيع أنه هو يسجل مقرراته، يستطيع أنه هو يتلقى محاضراته، يستطيع أنه هو يجري امتحاناته وتظهر له نتيجته، كل ده أصبح إلكترونيا. وبدأت الجامعات ومن بينها جامعة طبعا البحرين أو في صدرتها جامعة البحرين في التحول إلى النظام الإلكتروني في عملية التعليم، وأصبح هناك مقررات بتطرح بصورة إلكترونية والتقييمات فيها تتم بطريقة إلكترونية، وأصبح هناك يعني نوع من الاقتصاديات ربما والمعرفة القائمة على فكرة
المنصات الإلكترونية وطرق التعلم الجديدة. وده مش هيتوقف بجائحة كورونا، يعني هيظل مستمرا ومتطورا حتى بعد جائحة كورونا، فيصبح ذلك من المزايا، يعني هذا ليس إيه من السلبيات، وإنما يكون ربما إيه ميزة. الجائحة أيضا فرضت حاجة تانية، وهي فكرة تضامن المجتمع، إن المجتمع لابد أن يتضامن في يعني من تفشي هذا الوباء، وهذا التضامن مهم للغاية. أيضا يتضامن في كفالة حاجاته الأساسية، ولذلك احنا عندنا مثلا في المادة 12 من الدستور البحريني بتنص على أن تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية. وبالتالي الدولة بتتخذ من الأجراءات أنها تكفل أن المجتمع يكون متضامن في أن يتحمل هذه الأعباء التي تنجم عن الكوارث والمحن، ومن ضمنها محنة كورونا. ومفهوم التكاتف هنا والتضامن مفهوم عام يشمل المجتمع ككل بشكل كامل. فيعني الحد الأدنى في هذا التكافل التزام الأفراد بالتدابير الوقائية وبالإجراءات الاحترازية، والتزامهم ب يعني ما يتعين عليهم اتباعه في وضع الكمامات، وفي عدم التجمع، وفي اتباع الإجراءات الصحية فيما يتعلق ب يعني البقاء في المنزل وعدم الاختلاط. هذا في الحقيقة ده الحد الأدنى، لكن هناك حد آخر، ومطلوب أيضا أن المجتمع والمؤسسات الاقتصادية أنه أيضا تكون متضامنة مع الدولة في حماية الأفراد، وفي التخفيف من الأعباء الثقيلة على اللي هم يعني الأفراد اللي هم تعرضوا إلى فقدان دخلهم أو نقصان هذا الدخل بشكل كبير. فيما يخص الحلول التي يعني بحث عنها المجتمع للخروج من يعني هذه الأزمة بأقل الأضرار، طبعا يعني في البداية كان في استدعاء لفكرة القوى القاهرة وفكرة الظروف الطارئة. طيب هذه الأفكار اللي هي القوى القاهرة والظروف الطارئة هي أفكار استثنائية، لأنه الأصل هو أنه العقود التي تبرم إنما تبرم لتنفذ. يعني شخص بنى عقد أو بنى بيت، بيته اللي بناه علشان يسكن فيه، علشان يقيم فيه، ليس من أجل أن يهدمه. ففكرة الهدم دي وفكرة النقض للعقد هي فكرة استثنائية، ولا والاستثناء دائما نقول لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه. وبالتالي لما جاءت فكرة الظروف الطارئة والقوى القاهرة، هذه نحاول أن نطبقها أيضا فيما يتعلق بالعقود في أضيق نطاق ممكن. لما نشوف المادة 128 اللي هي هدفها استقرار العقود، هذه المادة بتنص على أنه العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أي يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق ويقضي به إيه القانون. وهذه مادة تريد أن تضمن الاستقرار الاستابيليتي للعقد. القوى القاهرة بقى بتيجي ممكن تهدم ده كليا أو جزئيا. فبنلاحظ إنه المادة 145 من القانون المدني البحريني بتقول إنه في العقود الملزمة للجانبين إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلا بسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر. يعني ده معناه انهيار، هدم. هذا الهدم له آثار يعني شديدة جدا طبعا، وبالتالي ده معناه يعني العودة إلى نقطة الصفر. فهل القوى القاهرة بتعيد علاقات نقطة الصفر؟ مستحيل. يعني مسألة زي كده عقد العمل من العقود الزمنية، ولا يمكن أن تهدم العقد من يعني هدما كاملا، وإنما هيبقى فيه حلول تانية هنعرفها بعد شوية في موضعها. أما إذا كانت الاستحالة جزئية، فيمكن للدائن في الحالة دي ممكن إن هو للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ. كذلك العقود أيضا الملزمة لجانب واحد إذا التنفيذ أصبح مستحيل بينفسخ العقد من تلقاء نفسه، وإذا كانت جزئية له أن يتمسك أو للدائن أن يتمسك بما بقي من التزامات ممكن التنفيذ. إذن فهنا حتى المشرع رغم أنه هو يعني ركز على فكرة أنه الاستحالة بتؤدي إلى انفساخ العقد، إلا أنه يظل أيضا يتحدث عن استحالة جزئية، يبقى العقد يظل قائم
فيما يمكن فيه التنفيذ. ولذلك شروط القوى القاهرة اللي هي المفروض تكون موجودة ومتحققة هي طبعاً يعني أربعة شروط أساسية لابد من وجودها، وهي فكرة عدم التوقع. وعدم التوقع أو بيسموه الفرنسيين يعني unpredictability، وهذه الخاصية تعني أن هذا الحدث لا يمكن وقت إبرام العقد توقعه، أو قبل إبرام العقد أو وقت إبرام العقد لا يمكن أن نتوقعه. وعنصر التوقع هنا تكون يعني وفقا لمعيار الرجل الحريص ولا الرجل العادي ولا الرجل اللي هو يعني الأقل من العادي، لا هو بمعيار الرجل اللي المتوسط اللي هو يعني من أوسط الناس. طبعا التوقع هنا اللي بنتكلم عنه المفروض أنه هو يكون فيما يخص مجهولية مصدر العدوى. يعني نتكلم عن الجائحة، طب الجائحة خلاص أعلن من مارس اللي فات أنه في جائحة، فقد يكون عنصر عدم التوقع مثلا موجود في أنه الإنسان ما كانش يتوقع أنه يلتقط العدوى، أو أنه هي تنتقل له العدوى بهذه الطريقة أو بهذه السرعة. لكن الحقيقة ومن دراستي لعنصر عدم التوقع أنا يعني بشوف أنه القضاء لا يعول كثيراً كثيراً على هذا العنصر، وإنما يعول على عدم القدرة على الدفع، لأنه أشياء كثيرة يمكن ألا تتوقعها ولكن تستطيع أن تتفاداها. فهنا ما قيمة عنصر عدم التوقع؟ هو ما أنا حاجة ما توقعتهاش لكن أقدر أتفاداها، فطالما أقدر أتفاداها لن تتوافر فيها القوة القوة القاهرة. ومن هنا يبقى عنصر عدم التوقع يعني عنصر نقدر نقول يعني تكميلي، وإنما ليس هو العنصر المهم في عملية القوة القاهرة، لأنه يعني عنصر عدم القدرة على الدفع اللي هو العنصر الثاني أهم بكثير من هذا العنصر. وعنصر عدم القدرة على الدفع أو الريزيستيبيليتي ده عنصر الحقيقة بينقسم إلى قسمين. القسم الأول منه وهو أنني لا أستطيع أن أدفع الحدث من الحصول، يعني أنا ما أقدرش أمنع الجائحة من الوقوع، وهذا طبعا متحقق ولا ريب. والأمر الثاني هو أنني لا أستطيع أن أتفادى نتائج المترتبة على حصول الحدث. يبقى إذن هو من نقطتين وليس من نقطة واحدة. النقطة الأولى أنك ما تقدر تمنع الحدث، النقطة الثانية وهي أنك لا تستطيع أن تتفادى النتائج أو الآثار التي ترتبت على حصول هذا الحدث. فإذا توافرت هذه المسألة فعندئذ نقول بتوافر عنصر عدم القدرة على الدفع. وقد يكون هذا الحدث من الأفعال الطبيعية زي الزلازل والبراكين وغيرها، وقد يكون أحداث بشرية كالحروب أو حتى أمور سيادية كصدور تدابير أو قواعد تشريعية. الأمر الآخر وهو الخارجية، والخارجية أو الإكستيريوريتي الحدث بمعنى أن يكون خارجياً عن المدين. ماذا يعني؟ يعني أنه لا صلة للمدين بحصوله، لأن المدين لو كان له صلة بهذا الحدث فلن يتوافر في وصف القوى القاهرة. لماذا؟ لأنه كان سبباً فيه أو كان يعني له يد في حصوله ولا يمكن أن يدعيه كقوة قاهرة. وبالتالي إذا تسبب الشخص في مسألة وأصبح التنفيذ مستحيلاً بسبب هذه المسألة فعندئذ لا يمكن أن يدفع بفكرة القوى القاهرة. لماذا؟ لأن هذه الاستحالة بترجع لي، وده طبعا معنى مفهوم ومعروف. الأمر الآخر هي النتيجة. وما هي النتيجة؟ هي استحالة التنفيذ. واستحالة التنفيذ تعني هنا الاستحالة المطلقة، بمعنى يستحيل تنفيذ العقد استحالة مطلقة، وبمعنى أنها تكون على المدين وعلى غير المدين لو كان في نفس وضعه أو في نفس ظروفه، وليس فقط مطلقة ولكن أيضا دائما. يعني الاستحالة تكون كلية وتكون أيضا مستمرة ودائمة. طيب ماذا لو كانت الاستحالة جزئية؟ يبقى بنرجع للنص اللي قلنا قبل كده، وهو أنه فقط في الجزء اللي هو لا أصبح مستحيل هو ده بس اللي ممكن ينقضي، لكن الباقي يظل قائم. طيب وماذا لو كانت مؤقتة؟ العقد لا ينقضي. وده اللي يمكن يكون حاصل في موضوع الجائحة، إنه في عقود مستمرة فلا تؤثر عليها الجائحة، وبالتالي لماذا؟ لأنه ربما تكون بالنسبة لها فكرة الإغلاق
إغلاق المنشأة وإغلاق المشروع يكون بأمر يعني مسألة وقتية، والوقتية طالما زالت فتزول بالتالي فكرة القوى القاهرة ويمكن العودة إلى الوضع الطبيعي ويستعيد العقد مرة أخرى نشاط. هل يجوز الاتفاق على يعني أنه المدينة يتحمل تبعة القوى القاهرة؟ نعم يجوز للمدينة، يجوز الاتفاق في العقد على أنه على تحمل نتائج القوى القاهرة أو تحمل تبعة القوى القاهرة. أما بالنسبة للفكرة الثانية وهي الظروف الطارئة، والظروف الطارئة طبعا يعني لها يعني نص في القانون المدني البحريني اللي هو المادة 130، إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام عنه وإن لم يصبح مستحيلا، إيه اللي حصل؟ صار مرهقا للمدينة. طيب والإرهاق ده يتقصد بإيه؟ الإرهاق هنا الإرهاق المقصود بالإرهاق الاقتصادي من الناحية الاقتصادية، يعني إيه؟ يعني هيهدد تنفيذ العقد المتعاقد أو المدينة هنا هيهدده بخسارة فادحة إذا نفذ العقد، وبالتالي الخسارة الفادحة هنا يمكن إن احنا نرجع للقاضي ونطلب منه أن يوازن بين مصلحة الطرفين فيرد الالتزام المرهق إلى يعني القدر المعقول الذي يراه، أو يخفف من التزامات المدين أو يزيد على في التزامات الدائن، أو يطلب حتى وقف التنفيذ خلال فترة الظروف الطارئة. علشان الظروف الطارئة دي نتمسك بيها لازم يكون عندي عقد يعني متراخي التنفيذ، بمعنى أن احنا بدأنا ولم نتمه ثم حصلت الظروف، وطبعا بدأناه ولازم نتمه ولم يكن ذلك في ظل هذه الظروف، بمعنى أن الظروف طرأت بعد إبرام العقد وقبل تمام التنفيذ، وقبل تمام التنفيذ، بمعنى أنه هذه الظروف لو كانت حاصلة قبل إبرام العقد ما يمكن القول بها. طب افرض الظروف دي حصلت والمتعاقد لم يكن يعلم بها، يبقى هنا ما نقدرش نقول ظروف طارئة، وإنما ممكن نقول الغلط. إذا كان فعلا المتعاقد لا يعلم بمثل هذه الأمور يبقى ممكن أنه يدفع بفكرة الغلط في العقد لأنه لم يكن يعلم، ولو كان يعلم ما تعاقد، ودي طبعا تحتاج إلى إثبات منه أنه يثبت أنه توهم أمرا على خلاف الحقيقة إلى غير ذلك من عيوب الإرادة. إنما الظروف الطارئة إذا كانت حاصلة قبل إبرام العقد فبالتالي تمنع من التمسك بها كظروف طارئة، وأن تحدث بالتالي بعد إبرام العقد وقبل أن يكتمل التنفيذ، ممكن العقد بدأنا في تنفيذه ولكن لم نكمله ثم حصلت الظروف فيجوز التمسك بها كيعني أمر للتخفيف أو لإعادة النظر أو لنوع من تحقيق العدالة مرة أخرى أو إعادة النظر ليكون العقد عادلا بالنسبة للالتزامات الملقاة على عاتق طرفين. الأمر الآخر أيضاً أن الظرف ده زي ما قلنا يكون ظرف عام وأمر استثنائي ولا يحدث بشكل متكرر، لأنه لو بيحدث بشكل متكرر يعني ده معناه أنه هو ما فيهش فيه عنصر الفجائية، ده حاجة حاجة متوقعة يعني. وأن يكون هناك أيضاً الفكرة الخارجية وهو أنه الظرف ده لا يرجع إلى المدين، وأنه يكون المدين غير قادر على دفع هذا الأمر اللي بيشكل يعني ظرف طارئ ولا يكون له صلة به، وبالتالي عنصر الخارجية، وعنصر أيضا أنه هو لا يستطيع أن يدفع هذا الأمر، والنتيجة أنه يصبح تنفيذ الالتزام بالنسبة له مرهقا وليس مستحيلا، والمعيار هنا معيار مرن بحسب ظروف كل حالة على حدة. طبعا الجزئية الخاصة بالظروف الطارئة ربما تكون متحققة في عقود العمل أكثر من فكرة القوى القاهرة، يعني وفقا لهذا المشهد قد تتحقق فكرة الظروف الطارئة في عقود العمل أكثر من فكرة القوى القاهرة. في فرنسا طبعا أعادوا النظر في القانون المدني كما تعلمون في 2016 وتم إصدار المرسوم 131 لكي يعيد يعني صياغة كثير من المواد في هذا القانون، وكان القانون لا يأخذ بفكرة التشريع يعني أو القانون المدني لا يأخذ بفكرة الظروف الطارئة، لكن المشرع رجع في 2016 وتبنى هذه الفكرة كنوع من التوازن أو إعادة النظر في العقود وإعادة يعني
الأخذ بالمبررات الاقتصادية أو الدوافع الاقتصادية. ومن ذلك مثلا نص المادة 1195 في القانون المدني الفرنسي بتقول إذا كان هناك تغيير في ظروف غير متوقعة عند إبرام العقد مما يجعل تنفيذ الأمور بشكل مفرط للطرف الذي لم يوافق على تحمل المخاطر، إيه اللي يحصل إذا حصلت ظروف غير متوقعة وأدت إلى إرهاق؟ يجوز للمدين في الحالة دي أن يطلب إعادة التفاوض. يبقى دي الفلسفة الجديدة، إن إحنا تعالى نقعد وتعالى نشوف حل للإرهاق اللي أنا بعاني منه نتيجة تغير الظروف. طيب ده كويس. طب افرض الشخص الآخر رفض إن هو يتفاوض، أو إنه جه يتفاوض معايا وما اتفقناش، يعني رفض وعرض، يعني العرض اللي أنا عرضته عليه أو العرض اللي عرضه لم يكن مناسبا ولم نتفق على إيجاد الحلول. في هذه الحالة يمكن للطرفين أنهم يتفقوا على إنهاء العقد، أو إذا رفض الطرف الآخر وتمسك بالعقد يجوز لهم أن يلجأوا إلى القاضي لكي يعيد النظر في هذا العقد. طيب يفرض الطرفين والدائن رفض، فيمكن للمدين في هذه الحالة أن يلجأ إلى القاضي ويطلب في هذه الحالة من القاضي أن يعيد النظر في العقد، أو أنه هو يفسخه في التاريخ والشروط التي يراها القاضي مناسبة. إذن المشرع الفرنسي في 2016 تنبأ بفكرة الظروف الطارئة ووضع، أو مش تنبأ يعني وضع، مجموعة من المراحل اللي يمر بها المتعاقدين. فكرة أنه العقد ده صحيح شريعة المتعاقدين وله قدسيته وله اعتباره، لكن يبقى بعد ذلك إذا حصلت ظروف تعالى مرة أخرى نعيد النظر في العقد. وهذا الجانب الاقتصادي اللي المشرع أراد أن يأخذ به جانب بجانب الجانب الاجتماعي، يعني فكرة العدالة الاجتماعية التي كانت يعني هي دايما المشرع الفرنسي في القانون المدني بدأ ينظر أيضا بجانب هذه العدالة إلى الفكرة الإيه؟ إلى فكرة العدالة الاقتصادية. أنا هتضرر من التنفيذ، فتعال نقعد ونشوف حل لهذه المسألة أو لهذه المعضلة. إذا استجاب كان بها، وإذا لم يستجب طيب خلينا ننهي العقد. طيب إذا رفض في الحالة دي يبقى بلجأ للقاضي وأطلب من القاضي إعادة النظر. ده بالنسبة لفكرة القوى القاهرة وفكرة الظروف الطارئة. وطبعا يعني الفوارق ما بين الاثنين إنه القوى القاهرة بتجعل تنفيذ العقد مستحيلا، في حين إنه الظروف الطارئة بتجعله مرهقا. القوى القاهرة العقد بينفسخ من تلقاء نفسه، الظروف الطارئة لا بد من إن احنا نطلب من القاضي إنه هو يعني يعيد النظر في العقد، وقد يكون المسألة في زيادة التزامات أو إنقاص التزامات أو وقف العقد نتيجة الظروف الطارئة. القوى القاهرة يجوز الاتفاق مسبقا على استبعاد التمسك بها ويتحملها المدين. أما في طبعا في العقود الملزمة الجانبين، أما في الظروف الطارئة فلا يجوز مسبقا الاتفاق على استبعاد التمسك بها، يعني لا يحق للمتعاقدين مسبقا كده أن يستبعدوا تمسك المدين بالظروف الطارئة، لأنها بتعتبر من النظام العام. لكن إذا حصلت وترتب عليها نتائج فهنا يجوز الاتفاق على تنازل المدين عن التمسك بها. طبعا هنا الموضوع كله هيبقى في إطار العقود، هيبقى في يعني مرمى المنازعات القضائية، وحيروح للقاضي. ولذلك القاضي هنا لديه سلطة تقديرية واسعة في عملية تكييف الجائحة ما بين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وما بين فكرة استقرار العقود أو فكرة العقد شريعة المتعاقدين. ومن هنا صلابة المسلمات القانونية في أن العقد شريعة المتعاقدين، واللي أساسها وهدفها الاستقرار القانوني، أيضا تنازعها فكرة أخرى وهي فكرة العدالة القانونية وفكرة العدالة الاجتماعية وفكرة العدالة الاقتصادية. وهذه الأفكار تزاحم فكرة الاستقرار، وعلشان كده الاثنين بيتدافعوا، ويحتاج القاضي إلى بصر حاد وبصيرة نافذة لكي يستطيع أن يعني يفصل في النزاع بشكل عادل وبشكل مرضي يتوافق مع طبيعة ظروف هذا النزاع. الواقع الاقتصادي والواقع القانوني بالتالي يضع القاضي موضع الحسبان عند حكمه أو عند نظره في الدعوة، يعني لا ينعزل فقط
في إطار التشريع وفي إطار نصوص العقد، بل مطالب أيضاً أنه هو ينظر إلى الواقع الاجتماعي والواقع الاقتصادي ويأخذه مأخذ الحسبان في ظل هذه الجائحة. ونجد أنه الأحكام القضائية اللي يمكن قريبة الصلة شوية بموضوعنا، أنه مثلاً في أحياناً تشدد في قبول القوى القاهرة، فمحكمة الاستئناف دوي في مارس 2020 قضت بأنه يشكل قوى القاهرة إلغاء رحلة جوية من قبل السلطات الإيطالية بسبب المخاطر الناجمة عن وباء كورونا والأوضاع الصحية الناتجة من سرعة انتشار المرض. أيضا محكمة كولمار كان في واحد يعني رفع دعوة ولم يحضر في بعد كده الحكم فيها، ثم استأنف ولم يحضر في الاستئناف، فاعتبرت المحكمة أن عدم حضوره الجلسة بسبب وجوده في الحجر ده يعتبر بمثابة يعني عذر، وقوة قاهرة يجوز له يعني لا تمنع من النظر في الدعوة والاستمرار فيها. أيضا في بعض الأمور اللي حصلت مثلا حتى بالنسبة للنيابة العامة وبالنسبة للإفراج عن اللي هم الموقوفين احتياطيا في قضايا مخدرات، أحيانا صدرت أوامر ب او يعني سمح لهم ب يعني الخروج من هذا الوقف من هذا الحبس الاحتياطي وعدم تكديسهم مع زملائهم في السجون خشيه تعرض الجميع للجائحه، وده حصل في يعني لبنان في قرار كان في محافظه لبنان الشمالي بتاريخ 15/4/2020، وبالتالي تعتبر ده حالة ضرورة تجيز للقاضي أنه بما له من سلطة التقدير أنه يتخذ التدابير الملائمة يعني وقاية الناس أو وقاية هؤلاء من انتقال العدوى إليهم عبر تطبيق نص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. طبعا الأوامر التي تصدر من الجهات أو السلطات وتتخذ كتدابير احترازية في هذه الحالة، تلك الأوامر وتلك التدابير طبعا من شأنها أنها يعني تعطل أو تلغي المنشآت أو توقفها. ففي هذه الحالة الأوامر دي يجب أن يتوافر فيها أنها تكون صادرة من سلطة عامة، وأن يكون إمكانية استمرار في العلاقة العقدية يصبح مستحيلا نتيجة هذا الأمر الصادر بالإغلاق، وإنه يكون أمر الإغلاق أساساً ملزم وليس مجرد نصيحة. طيب إذا لم يرغب صاحب العمل في استمرار عماله أو استمرار بعضهم في العمل بسبب جائحة كورونا وتعطل منشآته، فهل يحق له إنهاء عقود عملهم لهذا السبب؟ طبعاً أنا لو بتكلم من زاوية القانون البحريني، فالقانون البحريني في هذه الحالة يعني وضع قيود على الإنهاء، منها قيود شكلية وقيود موضوعية كغيره أيضاً من القوانين، في ضرورة مراعاة الإخطار وضرورة وجود السبب. ولذلك المادة 110 بتجعل الأسباب الاقتصادية ربما إذا كان صاحب العمل مدفوعاً بأسباب اقتصادية وعدم قدرة على تسيير مشروعه أو وضعه المالي لا يسمح بتسيير مشروعه، في الحالة دي وضعت له ضوابط أنه هو لابد من أن يلجأ إلى وزارة العمل، يخطر الوزارة برغبته في تقليص نشاطه أو في إغلاق منشأته، ويمهل الوزارة شهر، وبعد الشهر بعد كده الوزارة إذا ما في أي اعتراض يمكن بعد ذلك لصاحب العمل أنه هو يلجأ إلى فكرة الإنهاء بإخطار العمال. فالأسباب الاقتصادية اللي هنا بتجيز لصاحب العمل الإنهاء أيضا بيخضع لرقابة وزارة العمل حتى لا يستغل أصحاب العمل هذه المسألة ويقوموا بإنهاء عقود العمال. طيب هل في ضمانات للعامل؟ نعم، يعني أولا الضمانة الأولى وهي الشكلية، الإخطار لابد أن يكون متوافرة، يعني مش معنى أنه في جائحة يبقى ما فيش إخطار، لا في إخطار والعامل له أجر خلال فترة الإخطار. طيب والأمر الثاني هو أن العامل يحصل على تعويض، هذا التعويض يقدر بنصف التعويض المقدر له في الأوضاع العادية، يعني نظرا لأنه في ضغوط اقتصادية على صاحب العمل وخلافه، فهنا يعني في وضع اقتصادي مربك. طيب الحل ايه؟ الحل انه بيدفع نص التعويض المستحق عادة للعامل، وبالتالي ده الوضع اللي هو الخاص بالإنهاء. طيب هل لو الجائحة ضغطت على صاحب العمل هل يقدر انه هو يغلق مشروعه علشان مثلا رغبته في انه هو يعني مثلا الجائحة الإدارية سمحت بفتح المحلات او المشروعات، فجي واحد قال لا انا اخاف من عملية فتح المنشأة مالي،
ولا أريد أن أنا أفتح. وقام بغلق، هنا في هذه الحالة ده بغلق إرادي وليس يعني إجباري، وبالتالي يتحمل تبعات هذا الغلق. طيب ماذا فيما يخص الأجور وحقوق العمال؟ هل خلال فترة الوقف وعدم أداء العامل لعمله بسبب جائحة كورونا هل يجوز تخفيض أجر العامل؟ هل نظم المشرع أحكام هذه الحالة؟ في القانون البحريني نعم نظمها، والمادة 43 بتنص على أنه العامل إذا حضر إلى مقر عمله وكان مستعداً لمزاولة العمل وحال دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره. والحضور هنا، وهذا هو التطور، الحضور ليس بالحضور الفعلي، قد يكون العمل يسمح بإنجازه عن بعد، وبالتالي الحضور هنا ممكن أن يكون حضوراً افتراضياً، حضوراً افتراضياً بمعنى أنه العامل ممكن يكون موجود في بيته ولكن فاتح الكمبيوتر وشغال وبيشتغل وبينجز المهام المكلف بها، فيبقى هنا كأنه ده حضور إلى يعني مكان العمل الافتراضي وليس الحضور الفعلي. فيبقى إذن ده ممكن تخلينا احنا نعيد مفهوم الحضور لنجعله مفهوماً مفهوماً مرناً، طالما أنه صار العامل مستعد لأداء عمله وأدى هذا العمل من بيته فيبقى إذن بيستحق أجره كاملاً. طيب وماذا لو حال دون هذا الحضور الافتراضي أو الفعلي، فعل القوى القاهرة أو حدث القوى القاهرة أو يعني واقعة القوى القاهرة؟ في هذه الحالة المشرع حماية للعامل نص على أنه يستحق نصف أجره طالما أن السبب لا يرجع إلى العامل. ومن هنا المشرع البحريني أعطى العامل الحق في نصف الأجر إذا كان مستعداً لأداء عمله وحال دونه وأداء العمل سبب أجنبي لا يرجع للعامل. طيب لا يرجع للعامل، طب وماذا لو كان يرجع إلى صاحب العمل؟ لا، لو يرجع إلى صاحب العمل العامل يستحق أجره كامل، فلا بد أن يكون السبب أجنبياً عن العامل وصاحب العمل حتى يستحق العامل في هذه الحالة نصف نصف الأجر. هل يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه في الظروف القهرية؟ يعني متفقين على حاجة، طبيعة شغله حاجة ويشغله بحاجة تانية مختلفة؟ نعم نعم ونعم ونعم، بمعنى أنه إذا كانت هناك حالة قوة قاهرة وتعذر على صاحب العمل أن يسند العمل المكلف به العامل في الأوضاع العادية، فعندئذ يجوز لصاحب العمل أن يكلفه بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الذي كان مكلفا به العامل، لكن ده لي شرط، إيه هو؟ أن يكون ذلك بشكل مؤقت، بمعنى أنه ينقضي بانقضاء هذا الظرف أو هذه المسألة. فإذا انقضت المسألة دي أو انقضت زالت القوى القاهرة يزول التكليف بالعمل المختلف ويجب أن يعودوا إلى ما كانوا متفقين عليه، ده في الإطار العادي. فحالة الضرورة وحالة القوى القاهرة تسمح بتكليف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف اختلافا جوهريا. وكذلك هناك أيضا سلطة صاحب العمل في تنظيم مشروعه، فيستطيع حتى في الظروف العادية أن يكلف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه بس ما يكونش الاختلاف جوهري بينهم، يعني يكون الاختلاف بسيط فيجوز تكليفه، ده في الظروف العادية. أما في الظروف القهرية فيجوز تكليفه بعمل يعني يختلف اختلافا جوهريا لكن بشرط زي ما قلنا مؤقت، ولا يؤثر ذلك على حقوقه الوظيفية ولا حقوقه المالية. طبعا هنا يعني فكرة القوى القاهرة بتخلينا نتكلم عن إمكانية إعادة النظر بتعديل العقد وتعديل الالتزامات العقدية اللي موجودة، وبالتالي يمكن ان احنا تكون يعني مسألة إعادة النظر لتعديل بعض الالتزامات نتيجة وجود الجائحة، هذا ممكن الأخذ به فكرة التعديل وفكرة إعادة النظر في الالتزامات مرة أخرى في ضوء هذه الجائحة، يمكن أيضا الأخذ بفكرة وقف العقد وأيضا الأخذ بفكرة تعديل بنود العقد. هل يجوز لي يعني صاحب العمل أن ينهي عقد العمل بسبب إصابة العامل بفيروس كورونا وامتداد مرضه؟ إحنا المشرع البحريني عاطل للعامل أجازة مرضية 55 يوم في السنة، ويمكن أن العامل إذا ما حصلش على جزء منها أو ما حصلش عليها بترحل لسنة قادمة في حدود اللي هو
بأجر أو بنصف أجر. طبعاً ال 55 يوم فيها 15 يوم أول شريحة بأجر كامل، ال 20 يوم اللي بعد كده بنصف الأجر، ال 20 يوم اللي بعد كده بدون أجر. وطبعاً عادة العامل هيبدأ بالشريحة الأولى ثم الثانية. ويمكن أن يتجمع للعامل رصيد من أجازاته المرضية، فإذا العامل استنفذ أجازاته المرضية كاملة ثم استنفذ أجازاته السنوية واستطال مرضه، فيعد ذلك سببا جائزا حتى مش في كورونا، في غير كورونا، لإنهاء عقد العامل لهذا السبب، ولا يكون الإنهاء هنا إنهاء غير مشروع، بل يعد إنهاء مشروع لامتداد المرض. وأنا في الستينات المحكمة النقض الفرنسية اعتبرت ده حالة قوة قاهرة، ولكن رجعت عن هذا الأمر بعد ذلك، وهي تعتبر سبب مشروع للإنهاء. طبعا الملامح الخاصة بالمعالجة التشريعية، أنه احنا لاحظنا في الصين منحوا شهادات القوة القاهرة اللي أباحت التأخير أو تعطل تسليم، تعطل وسائل المواصلات أو التأخير في تسليم الأداءات أو الوفاء بالالتزامات، فيعني ده يعتبر نوع من المعالجة لهذه المسألة. دول الخليج طبعا تعتبر نموذج يحتذى به في احترام حقوق الإنسان منذ بداية أزمة كورونا، فيعني حين قامت بإجلاء مواطنيها من كافة دول العالم، وما قامت به أيضا من إجراءات احترازية، وأكدت أيضا قدرتها على استيعاب هذه الحالات الخاصة بالإصابة أو الاشتباه بالإصابة، وأيضا بتبذل الجهود يعني المضنية والحثيثة في علاج وتقديم الخدمات الطبية للوافدين والمقيمين على حد سواء. وهنا أيضا يعني فكرة العدالة وفكرة التوازن هي التي تكون مسيطرة في موضوع جائحة كورونا، وإنه ممكن أن احنا نعيد النظر في أمور كثيرة نتيجة هذه الجائحة لكي نحقق نوع جديد من التوازن والعدالة. طبعا هذه الجائحة في مفاهيم جديدة ظهرت، سمعنا بكلمة جائحة قبل كده كانت إلى حد ما مش مسموعة، فكرة التحول الرقمي، رقمنة التعليم، المؤهلات المهنية، العمل من المنزل، الاستخدام الذكي للعمالة، فكرة التباعد الاجتماعي، فكرة المهن الأساسية التي لا يصح أن تتوقف حتى في الجائحة، فالصيدليات والمستشفيات ومحطات الوقود دي كلها مهن أساسية صارت ولا يمكن الاستغناء عنها حتى في ظل الجائحة. تداول على الألسنة فكرة الأزمة الكورونية وأثارها على الدخل والاستثمار، فكرة الحجر الصحي، فكرة المشافهة الكورونية، وأنه بقى حتى رسائل الدكتوراه دلوقتي والماجستير بتناقش عن بعد وأصبح في نوع من التواصل. الناس دلوقتي حتى بيعملوا اجتماعاتهم على 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 زوم، وبقى في مصطلحات جديدة ممكن تستخدم، ليتس زوم ات 4 كلوك. فكرة الأنسنة التدابير، أن التدابير المتخذة لابد أن يعني تتسم بطابع إنساني، أدبيات كورونا، الإعلام الطبي، كل دي مصطلحات سمعناها وبنسمعها، ويمكن حنسمع أيضا المزيد في الفترة القادمة. طيب وماذا بعد جائحة كورونا؟ المرحلة الحالية طبعا في استخدام للنصوص اللي موجودة ومحاولة إيجاد الحلول منها، فهي حلول استنباطية، ولكن الخلاصة هو أنه لا يجب التعميم من حيث أثر الجائحة، ويتعين مراعاة طبيعة الالتزامات المتبادلة في العقد عند تنفيذه أو تفسيره وبما يتفق مع حسن النية. كذلك يجب التركيز على الآثار الاجتماعية والاقتصادية معا للقاعدة القانونية، والبحث في مدى المآلات التي يمكن أن يتسبب فيها هذا الأمر، والقاضي حين ينظر في العقد أيضا ينظر في مآلاته وانعكاساته على الأطراف، وبالتالي الحكم يتعين أن يراعي هذه الأبعاد، البعد الاجتماعي، البعد الاقتصادي، الآثار اللي ممكن تترتب على الحكم. أيضا عملية، هناك عملية تطوير مستمرة في المفاهيم القانونية، ومن ضمنها التعديلات مثلا اللي حصلت في 2016، واللي أعتقد ممكن أيضا يحصل نوع من تعديلات أخرى عليها. الخلاصة إنه قانون العمل في إطار هذه الجائحة وغيرها وقبلها أيضا يمر بمرحلة مخاض،
ما بين فكرة اقتصاد السوق والأفكار الاقتصادية والحرية الاقتصادية وفكرة أن صاحب العمل هو المالك ويستطيع أن يعني يتصرف كما يشاء، وفكرة أيضا العدالة الاجتماعية وفكرة حماية الطبقات الاجتماعية الضعيفة، كيعني فئة الإيه العمال والضعيفة، نقصد بها الضعيفة اقتصاديا. أيضا تغير مفهوم العمل، فأصبح لدينا العمل عن بعد، وأصبح هناك فكرة التبعية اللي كنا نقول إنه العامل بيكون تابع وخاضع لأوامر صاحب العمل، فأصبح هناك أيضا إعادة نظر في هذه التبعية، ممكن التبعية حتى تمتد إلى وجود العامل في منزله وفي مسكنه. عند الأزمات هنا يجب أن نأخذ بالبدائل اللي بتحقق الاستقرار الوظيفي، زي فكرة وقف العقد وليس فكرة فسخه، فكرة تعديل العقد وليس فكرة إنهائه، وبالتالي هذه كلها أفكار يتعين أن احنا نراعيها أو نراعي الأخذ بها في بعد الجائحة، هيحصل نوع من إعادة النظر مرة أخرى في مثل هذه المفاهيم. وأنا آسف على الإطالة، وأشكركم وأشكر إصغائكم، والميكروفون مع الأستاذ فيصل، تفضل. جزيل الشكر سعادة الدكتور صلاح محمد أحمد على هذه المحاضرة القيمة. للأمانة الحضور تفاعل وتفاعل كبير مع محاضرتك، وجهوا عدد من الأسئلة، ما يسعفنا الوقت أن احنا نطرحها جميعا، ولكن سوف نختار بعض الأسئلة. سعادة الدكتور، هل تخضع القرارات والتدابير اللازمة التي تصدرها السلطة المختصة خاصة التنفيذية في الدولة إلى الرقابة الدستورية والقانونية؟ نعم، هذه التدابير الصادرة دائما تكون تحت مظلة النص الدستوري، والنص الدستوري حين يكفل المشرع للأفراد الحق في الحياة، فأيضا الدولة مطالبة بالحفاظ على حياة الأفراد وعلى سلامتهم، وفي ضوء هذا المطلب وفي ضوء هذا الواجب تجد الدولة نفسها أمام الحفاظ حتى تحافظ على هذا الحق في أن تتخذ ما تراه مناسبا، فقد تعطل بعض الحقوق الأخرى، وهذا التعطيل من منطلق نظرية الضرورة، ومن منطلق فكرة الواجب، ومن منطلق فكرة المصلحة، فمصلحة المجتمع في أن يعيش بسلام، وأن يعيش المجتمع يعني سليما معافى، والحفاظ على حياته، على حياة أفراده، هذه ربما أهم ربما من حق في الاجتماع مع آخر، أو حق في التجمع، أو حق في العمل، ومن هنا أو حق في التعليم، فهناك بعض الحقوق يمكن أن تتعطل في سبيل الحفاظ على حقوق أخرى، وطالما أن الدولة تسعى إلى إعطاء أولوية لهذه الحقوق المهمة أو اللي هي تعتبر أساسية، فلا يعني تثريب على هذه الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، لأنه لديها مظلة تشريعية، مظلة دستورية توجب عليها ذلك. نعم سعادة الدكتور، أيهما أفضل من الناحية الواقعية، بأنه يحق لصاحب العمل تخفيض أجر العامل بسبب كورونا إذا نص القانون بذلك، أو ينهي عقد العمل بسبب الصعوبات الاقتصادية لإعادة تنظيم المنشأ؟ هو طبعا في ظل هذه الجائحة الإبقاء على العقود هذه تبقى يعني ستصبح مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للعامل، لأن العامل لو صاحب العمل أنهى عقده، وربما يكون حتى العامل غير مسموح له بمغادرة الدولة، وخاصة بالنسبة للعمال الأجانب، ولذلك الإبقاء على العقود هيكون أفضل، وده اللي احنا بنطالب بيه، فكرة الاستقرار العقدي وعدم اللجوء إلى فكرة الإنهاء. الأمر الآخر إنه لا يستطيع صاحب العمل أن يتحمل التبعة الاقتصادية لأجور العمال كاملة، فمن الممكن هنا اللجوء إلى فكرة تخفيض الأجور، وهذه فكرة لا بأس بها، والمشرع نفسه وضع لها يعني أساس في القاعدة القانونية في قانون العمل، بأنه إذا حالت ظروف قهرية دون أداء العامل لعمله، فهنا يستحق العامل نصف الأجر، وده على فكرة من المحامد اللي يعني يشكر المشرع على يعني النص عليها في قانون 2012، قانون العمل 36/2012، لأنه هذا النص لم يكن موجودا قبل ذلك، وأصبح بالتالي من حق العامل أنه يأخذ نصف
الأجر لكي يسير أموره أو الحد الأدنى من أموره، خاصة في ظل أن الدولة أيضا بذلت جهود وأعطت يعني مزايا مالية كثيرة جدا جدا في الفترة الماضية للطبقات الضعيفة، من إعفاء من الكهرباء والماء وإلى غير ذلك من الأمور التي اتخذتها مملكة البحرين وحكومتها الموقرة في سبيل التيسير على الناس انطلاقا من فكرة البعد الاجتماعي والإنساني في هذه الجائحة. نعم. نعم سعادة الدكتور، في سؤال وردنا أتوقع أنه يتعلق بالممارسة اللي قامت فيها أحد الدول الأوروبية من ناحية توفير ميزانية للعاملين فيها من ناحية الكمبيوتر والإنترنت. فالسؤال يقول: هل يمكن إلزام صاحب العمل بمقابل للإنترنت والأجهزة الإلكترونية اللازمة لأداء العمل عن بعد؟ أكيد العامل مطالب بأن يؤدي العمل وينجز العمل وفي الوقت وفي المكان الذي يحدده صاحب العمل في الظروف الطبيعية، لكن صاحب العمل في المقابل مطالب بأن يهيئ أدوات العمل ويهيئ المستلزمات التي يحتاجها العامل في أداء عمله. فإذا كان العامل بحاجة إلى جهاز وبحاجة إلى إنترنت وبحاجة إلى ملفات، فهنا ده بيبقى واجب في المقام الأول على صاحب العمل، عليه أن يوفر هذه الأدوات والمستلزمات للعامل إذا لم يكن هناك نص في العقد على غير ذلك. وحتى أنا بشوف حتى لو في نص بيلزم العامل بيها، أعتقد أن النص ده هيعتبر في نوع من يعني الظلم الاقتصادي للعامل، لأنه صاحب العمل هو صاحب رأس المال، وبالتالي المفترض فيه أن يوفر مثل هذه الأدوات والوسائل، ومن بعد ذلك يأتي دور العامل في أن يؤدي عمله وأن يعني يؤديه على النحو المطلوب وفقا للأصول المتعارف عليها، وأنه يبذل في عمله عناية الرجل المعتاد، وما لم يتطلب صاحب العمل عناية ربما تفوق ذلك، وعندئذ حتى العناية اللي تفوق ذلك لابد أن يكون في ما يقابلها. يعني الوضع الطبيعي هو أن يبذل العامل في عمله عناية الرجل المعتاد. نعم. نختم بسؤال أخير دكتور، هل ينبغي على الدولة التكفل بجزء من الخسائر في ظل القوة القاهرة الصادرة من سلطة عامة؟ نعم، الدولة طبعا بحسب القدرة الاقتصادية للدولة، يعني في دول لديها المقدرة الاقتصادية على أن تدعم هذا القطاع، وهو طبعا في غاية الأهمية القطاع الخاص، أو طبعا القطاع الحكومي يعني بلا شك أن الدولة أو الدول كلها بتتكفل به، لكن القطاع الخاص هنا المعضلة أحيانا صاحب العمل لا تكون قدرته الاقتصادية كافية، فبحسب القدرة أيضا الاقتصادية للدولة إذا كانت لديها موارد وإمكانيات تسمح بدعم هذا القطاع فهي مطالبة أيضا بدعم القطاع الخاص. والحمد لله مملكة البحرين يعني دعمت القطاع الخاص ودعمت أجور المواطنين خلال فترة كورونا ولم تقصر في ذلك على الإطلاق، بالعكس كان أداءها مشرف ومرضي لأبعد الحدود. ومن هنا دخلت الدولة لمساعدة هذه القطاعات حتى تضمن بقائها واستمرارها وتجاوزها للأزمة، لكي يعني يستمر القطاع الخاص يعني في بقوته وبقدرته على المساهمة في دفع عجلة الإنتاج وزيادة الدخل القومي جنبا إلى جنب القطاع الحكومي. نعم سعادة الدكتور صلاح محمد أحمد، القائم بأعمال عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين، جزيل الشكر على هذه المحاضرة القيمة والكلمة الأخيرة لسعادتك. شكرا جزيلا سويسرا، وأنا الحقيقة يعني سعيد جدا لوجودي في الهيئة ووجودي على هذه المنصة، وسعيد جدا بهذا التعاون ما بين هيئة التشريع والإفتاء وجامعة البحرين، ودائما نقول بأنه تعاون المؤسسات يعتبر الأساس لتقدم المجتمعات وازدهارها، ودائما إن شاء الله يكون هذا التعاون فيما يخدم المجتمع البحريني
وطبعا أنا سعيد أيضا لوجود الأفاضل المشاركين في هذه المحاضرة، وهي تعتبر يعني نقدر نستطيع أن نقول بأنها يعني محاضرة تمهيدية، ربما يعني تلحق بها محاضرات أخرى في هذا الخصوص، ويكون هناك مجال أكبر وأوسع للمشاركة من قبل الحضور في تلقي الأسئلة والرد عليها. شكرا جزيلا، وإن شاء الله نلتقي بإذن الله في محاضرات قادمة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. جزيل الشكر سعادة الدكتور. شكرا.